فيك وطز باللي بيحييك وطز باللي بيطلع فيك ويا وارحل يا بشار يا بشار ما لك منا خد اخوك وارحل عنا شرعيتك صفت عنا ويا وارحل يا بشار يا بشار وطز فيك وطز باللي بيحييك ويا وارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار حط العديه عمر بلا سوداء وفيكي خالد سيف الله خالد سيف الله فيك العز والجودة يا سباح البار عمي اشربي ولا تعومي بسم الله الرحمن الرحيم نحن هنا معتصمون أمام جامعة الدول العربية منذ 15 أكتوبر من أجل أن تغير الجامعة العربية موقفها من القضية السورية وأن تتخذ مواقف حازمة وحاسمة من أجل القضاء على هذا النظام المجرم لأنه بغى وطغى في البلاد واغتصب النساء وقتل الأطفال وقصف البيوت بالمدافع الثقيلة وهؤلاء الشباب جاءوا منذ أسبوعين من سوريا وهم شواهد عيان على ما يجري من قتل وتدمير في سوريا عبد العزيز جنيدي أنا من تلبيسة تلبيسة تقصف ليلا نهارا الشاكة والدبابات والبترات تقصف ليلا نهارا ليلا نهارا تتقص بشار الأسد بشار الأسد القاتل بشار الأسد الخائن بشار سنقتله بأيدينا أنت كنت في سوريا لسه جاي من سوريا؟ أيوه شفت قتلى وجرحى ومصابين وكل شيء بس عبد الحميد الجنيدي انت كنت في سوريا؟ ايوه شفت دبابات وبي ام بي ومضاد طائرات كل حاجة دبابات بتخوف اسمك؟ اكرم كنت فين؟ كنت انت في سوريا؟ لسه جاي؟ ايوه أنا جيت من سوريا من أسبوعين شفت إيه؟ شفت دبابات وجيش يضرب العالم ضربونا على المنازل بالدبابات وكل شيء أسلحة وأسلحة ثقيلة وخفيفة وكل شيء عندهم وعندنا إحنا جيش مش عندكم يضرب عندكم حي شعب وعندنا يضرب شعب ويقتله كل شيء يسلم عليه يضربوه